الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. في حال رأى الحالم ختان صديقه في المنام يدل ذلك على الأمور الطيبة لصديقه، والله أعلم، حيث والله أعلم تدل رؤية ذلك أنه سوف يتوب عن المعاصي والذنوب التي كان يفعلها. في حال رأى الحالم ختان صديقه ونزيف الدم في المنام يدل ذلك على الطهارة من ذنب ارتكبه. كذلك هناك احتمال يدل على خير وفير يناله الشخص الصديق في الفترة القادمة، والله أعلم. أشار علماء التفسير أن الختان في المنام دليل على الطهارة والنقاء، حيث تدل رؤية الختان للرجل المتزوج على التخلص من المتاعب التي كان يواجهها، كما تدل الرؤية على الأموال الحلال التي يكسبها الشخص والرائي، والله أعلم. إذا رأى الرجل الختان في المنام يدل ذلك على خير ورزق وسعادة ينعم بها، وتدل الرؤية للمرأة المتزوجة للختان في المنام على الدورة القادمة لها. رؤية الفتاة العزباء الأهل يقومون باختتانها في المنام يدل على صلاحهم لها، والله أعلم. رؤية المرأة الحاملة الختان في المنام يدل على الولادة السهلة. إذا رأت المرأة المتزوجة طفل صغير مختون في المنام يدل على الأخبار السارة التي تستقبلها المرأة. تدل رؤية ذلك للمرأة الحامل في المنام على إنجاب مولود يتحلى بالتقوى والصلاح، والله أعلم. في حال رأت الفتاة العزباء ختان طفلا صغير يدل على الخير والتفريج للهموم والمشاكل. إذا رأت المرأة المطلقة ذلك يدل على تفريج همومها ومشاكلها في الفترة المقبلة. إذا رأت المرأة الحامل أنها تنجب طفل مختون في المنام يدل على إنجاب مولود ذكر. كذلك قد يشير إلى إنجاب مولود يتحلى بالصلاح والأخلاق الطيبة في المستقبل. رؤية المطلقة أنها تنجب طفل مختون في المنام يدل ذلك على أمور جديدة طيبة في حياتها، كما يدل ذلك للمرأة المتزوجة على الخيرات والأفراح الكثيرة التي تعيش فيها. إذا رأى الحالم ختان ابنته في المنام يدل ذلك أن الابن سوف تبلغ وتأتيها الدورة الشهرية، والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.